السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم فيديو جديد، غادي نشارك معكم طريقتي في إعداد البطاطس المقلية. غادي ناخد واحد خمسة البطاطات، غنقطعهم بحال ما هكا شكل طولي، وغندير ليهم الماء، غنضيف ليهم شوية ديال الملح، وغادي نضيف ليهم واحد المعلقة ديال الخل، وغنديرهم فوق البوطة ونخليهم واحد المدة يغلاو، تقريبا ديال جوج دقائق حتى لثلاثة دقائق، غير طلع ديك الغلية صافي، ونزولوهم من فوق النار. هاي هنا كتبان لينا غلات البطاطا، منخلوهاش تسلق، غير نص يعني غير نص سلقة صافي، ونزولوها وغادي نسقطروها في شي إناء، غنسقطروها مزيان مزيان من داك الماء، وغادي نوجدوا ليها ان شاء الله شي واحد لاصوص اللي غنرقدوها فيه، اللي غنقليوها في الزيت. هاد لاصوص غادي نحتاجو فيه واحد الكاس ديال الدقيق او لا كاس ونص، على حسب الكونتيتي ديال البطاطا اللي عندكم، واش قليله ولا كثيره. غنحكو فيه واحد الدرس ديال الثومه، الا عندكم الثوم بودر ممكن تستعملوه. غنديروا فيه واحد شويه ديال الكركم، واحد شويه ديال السكينجبير، وواحد شويه ديال الابزار، وواحد شويه ديال التحميره، شويه شويه من الحاجه مليحه. هاد التنسيمه كتجي زوينه مع البطاطا. الا كنتو بغيتي ديروها في الفران ما تديروش الدقيق، ديروا غير هاد العطريه ودخلوها الفران، غضيفوا لها زيت العود وغضيفوا ليها المنسمات الزعتر وازير ودخلوها الفران. القلي في الزيت مره مره ماشي ديما، ما كنقليهاش بزاف في الزيت، اغلبيه في الفرن. غنضيف ليها هنايا قزبر ومعدنوس مقطعين، وغادي نضيف داك شويه ديال الازير، غادي نحكو بين يديا، واحد شويه ديال الزعتر صافي. وغادي نضيفوا الماء لهذا الخليط، غادي نخلطوه مزيان حتى يتجانس وتولي عندنا الخليط بحال ديال البغرير على هذا الشكل. غادي نخلطوه مزيان، غنزيدوا شويه الماء باش يترخف لينا، وغنضيفوا ليه واحد نص خماره ديال الحلوى، نضيفوا له واحد نص خمار ديال الحلوى، ودوك المنسمات اللي قلت لكم اختياريا، بغيتو ديروهم ما بغيتوش بلاش، الزعتر والازير حتى هما كيعطيو واحد المذاق زوين للبطاطا. وهاد الصلصه كتخلي البطاطا مقرمشه، كتبقى مقرمشه ما كتلواش، يعني واخا تخلوها كتبقى مقرمشه. وتا هاد البيكن باودر كتعطي هذيك التقرميشه. المهم غنحركو مزيان مزيان، وغنشدو ديك البطاطا وغادي نرقدوها في داك الخليط. غير شويه ديال الازير وحتى الزعتر، كاين واحد طريفات ديال الزعتر حتى هما ضفتهم على هذا الخليط، كيعطي واحد التنسيمه زوينه. صافي تناخذ ديك البطاطا تنجيبوها تنغطسوها في هذاك الخليط، كنوليو تاني نهزوها نزولوها نسقطروها منه اللي نديروها في الزيت ساخن.
صافي. هنا غادي نهزو ديك البطاطا وغنديروها في الشبكه تسقطر اللي غادي نقليوها في الزيت. هنا من بعد ما سخلينا الزيت غنديروا فيه البطاطا. غنجربوا دابا وحده. شوفوا الزيت وسخنات، ها الزيت سخونه دابا. غنضيفوا ديك البطاطا على داك الزيت ونقادوها مزيان في المقلاه ونخلوها تطيب حتى تشد فراسها ونقلبوها. عرفتي كتجي مقرمشه وكيجي في هذاك المذاق ديال العطريه والمذاق ديال الثومه وقزبر ومعدنوس وداك الازير والزعتر، كيعطي واحد المذاق زوين في البطاطا. كتجي مقرمشه وزوينه في المذاق، ان شاء الله تجربوها وغادي تعجبكم. كي كتشوفوها نتوما كتبان بانها انفو كدا تشد، كتبان بانها شاده راسها وكتجي خفيفه، ما كتهش الزيت بزاف، ما كتشربش الزيت بزاف. غادي نقطع معاكم وحيده، ها نتوما كيفاش كتجي غزاله وخفيفه ومقرمشه، كتعجبني. واخا ما كنقليش دائما، غير مره مره اللي توحشنا القلي، اغلبيه كنديرها غير في الفران، ومره مره كن الوليدات الصغار تيبغوا الفريت كنقليوه على هذه الطريقه، ما كتجيش شاربه الزيت بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هذاك الدقيق اللي شاط لينا ما غاديش نضيعوه، غنديروه بحال ما هكا دوائر بحال شكل خبيزات، كيجوا مقرمشين كيفكروني في الاخ ديالي كانوا عزازين عليه ملي كنا باقين صغار تيطير عليهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الفريت، كيجي غزال ومقرمش، وهاد الخبيزات حتى هما كيجيو مقرمشين والمذاق ديالهم زوين بديك العطريه اللي فيهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، وما تنساونيش من الدعم ديالكم من الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وبالصحه والراحه، هانتوما كيف كتجي خاويه من الوسط والبطاطا مقرمشه كي كتجي من الداخل غزاله. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتقدموها مع شليده ولا مع اي حاجه، مع الحوت مع اي حاجه. وبالصحه والراحه.